موعدنا اليوم مع لقاء القمة المرتقب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة، حيث يدخل الأهلي مباراة بروح معنوية مرتفعة بعد حسم لقب الدوري. فمتى سيكون موعد المباراة وموعد فتح المدرجات وإغلاقه وقائمة المحظورات التي على الجماهير الالتزام بها، وأيضا الرسائل والتحذيرات التي وجهها مدرب الزمالك لفريقه والمفاجأة التي يجهزها أمام الأهلي وغيابات الأهلي في المباراة وسبب الحزن الذي ضرب معسكر الأهلي اليوم على الرغم من حسمه للبطولة؟ كل ذلك وأكثر نستعرض لحضراتكم في هذه التغطية الرياضية. فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر يلتقي غريمه التقليدي نادي الزمالك اليوم الخميس في مباراة القمة رقم 126 الساعة 8:30 مساء على أرضية ملعب استاد القاهرة، وهي المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. فالنادي الأهلي يتصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 75 نقطة، وقد توج بلقب الدوري الممتاز بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف. أما الزمالك فقد احتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي برصيد 59 نقطة، فالكولومبي أخوان كارلوس مدرب الزمالك سيقود الفارس الأبيض في مباراة القمة الأولى له أمام النادي الأهلي منذ التعاقد معه. وستكون مباراة القمة بحضور جماهيري في استاد القاهرة، لذلك كشف العميد محمود القاضي رئيس قطاع العمليات بالشركة الإفريقية قائمة الممنوعات والمحظورات على الجماهير وأماكنهم وموعد فتح المدرجات. وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج تلفزيوني على صدى البلد إنه لا صوت يعلو فوق مباراة القمة، فهناك شغف كبير بالمباراة على المستوى المحلي والإفريقي، وإن شاء الله تخرج في إطار الروح المعنوية. وأشار إلى أن الشركة أتمت الاستعدادات لاستقبال جماهير القطبين بحضور جماهير 6000 مشجع 3000 لكل فريق. وبالنسبة لأماكن تواجد جماهير في استاد القاهرة، فأوضح أن جماهير الأهلي ستتواجد في الدرجة الثالثة يسار، ودخولهم سيكون من بوابة صلاح سالم. أما جماهير الزمالك فسوف تتواجد في مدرجات الثالثة يمين، ودخولهم سيكون من باب طريق النصر. أما عن ضيوف المقصورة الرئيسية مجلس إدارة الفريقين واتحاد الكرة ورابطة الأندية، فسيدخل من باب الرشدان، والصحفيين والمصورين سيدخلون من خلال كشوفات معتمدة من باب الفروسية. كما أكد أن الأبواب ستفتح لاستقبال الجماهير في الرابعة عصرا وستغلق مع انطلاق المباراة. وقال أنه يجب على الجماهير أن تلتزم بالروح الرياضية والتشجيع الرياضي والشكل الذي يليق بسمعة مصر، ويظهر الصورة الحضارية لنا كمصريين بدون خروج عن النص، فالمنظومة كلها أصدقاء، فالجمهور يشجع فريقه ولا يتطرق للفريق الآخر. كما نوه أن الرياضة مكسب وخسارة، لكن بعض الجماهير تأخذ الأمور بتعصب، ولا بد من تقبل هذا الأمر. وفيما يخص الممنوعات على الجماهير في الاستاد، فقال أن الممنوعات هي الشماريخ والألعاب النارية والليزر والمعلبات وأي شيء فيه أسلاك وشحن فهي ممنوعة، والمواد الدعائية والإساءة لأي أحد ممنوعة، ومزيلات العرق ممنوعة أيضا لأنها تسبب لهب. ولفت أن الشركة الإفريقية مسؤولة عن توفير الأجواء المناسبة وإيصال المشجعين لأماكن التشجيع وتوفير كل سبل الراحة لهم. نأتي لما يخص اللاعبين، فقد وجه أوسوريو مدرب الزمالك رسائل تحذيرية للعيبة، وقال لهم خلال محاضرته الأخيرة معهم إنهم سيواجهون خصما قويا وبمعنويات أفضل له بعد حسم الأهلي لقب الدوري.
لكن المباراة مهمة بالنسبة لنادي الزمالك أيضا لتقديم رسالة قوية إلى المنافسين بأنهم قادرون على المنافسة، فيجب على الفريق أن يستمر في الانتصارات ويحافظ على المستوى والتقدم نحو الأفضل. كما قال أوسيريو اللاعبين أنه يجب عليهم عدم الاستماع إلى الجماهير التي ستأتي إلى المباراة، وعليهم التركيز داخل الملعب فقط، وعليهم أيضا أن يقاتلوا من أجل الفوز بالمباراة التي ستعطيهم خطوة كبيرة للأمام. وطلبهم أيضا بالابتعاد عن وسائل الإعلام بأي شكل وعدم الانشغال بكل ما يقال أو يتردد، وحذرهم من التفكير في تتويج الأهلي بالدوري، وطلبهم بضرورة الفوز بالمباراة لرفع المعنويات قبل البطولة العربية. الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو يجهز مفاجأة أمام نادي الأهلي هي الاعتماد على شبابه في الخطوط الخلفية، واستقر أوسيريو على الاعتماد في خط الدفاع على ثلاثي الشباب حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق، والتفكير في وضع محمد عبد الغني على دكة البدلاء بعد مستواه المتراجع الذي ظهر به في مباراة فيوتشر. ويعتمد أوسيريو على ثلاثي الشباب في قمة الأهلي بعد التألق مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب، إلى جانب غياب محمود حمدي الونش بعد إصابته الأخيرة. ويريد أن يمنح التونسي حمزة المثلوثي حرية الحركة في الجبهة اليمنى من أجل زيادة الضغط الهجومي على المنافس والاستفادة من تمريراته العرضية، إلى جانب أحمد سيد زيزو حال عدم الدفع به في خط الدفاع في قمة الأهلي على حساب أحد ثلاثي الشباب الذي أراد الاعتماد عليهم. أما نادي الأهلي فقد سادت حالة من الحزن الشديد داخل المعسكر اليوم بعد وفاة والد لاعب وسط الفريق الأحمر مروان عطية. وكتب رامي ربيعة مدافع الأهلي عبر حسابه على إنستغرام: البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله تعالى اليوم والد مروان عطية، دعوتكم بالدعاء له. ويعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مروان عطية في قيادة وسط الملعب الأهلي في ظل إصابة عمرو السولية ورحيل حمدي فتحي وغموض موقف ديانج حتى الآن. ولم يتضح بعد هل سيغادر مروان عطية معسكر الأهلي قبل المباراة أم سيواصل الاستعداد لخوضها بشكل طبيعي، وهذا سيتحدد خلال الساعات المقبلة. وتضم قائمة الأهلي التي تستعد للقاء هي محمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ومحمد فخري وأحمد نبيل في مركز وسط الملعب، وسيعاني من غياب عدد من لاعبيه أمام الزمالك، حيث سيغيب حمدي فتحي عن الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز بسبب رحيله عن القلعة الحمراء بشكل رسمي متجها إلى الوكرة القطرية. وكما سيغيب برونو سافيو بسبب رحيله أيضا عن القلعة الحمراء بشكل رسمي متجها إلى بوليفار، بينما ستشهد المباراة غياب كل من كريم فؤاد وأكرم توفيق وعمر السولية ومحمود متولي بسبب الإصابة. وقد حسمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالية فيتور بيريرا طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وهم محمود البنا حكم ساحة، محمود أبو الرجال مساعد أول، سامي هلهل مساعد ثاني، محمود ناجي حكم رابع، وأحمد الغندور وعمر الشناوي على تقنية الفار. وأثار اختيار أحمد الغندور جدلا بعد إلغاؤه هدف التعادل لصالح النادي الإسماعيلي في مباراته أمام الأهلي والتي انتهت بخسارته بهدف دون رد.
وعن معلقي المباراة، فقررت شبكة قنوات أون تايم سبورت إسناد التعليق على مباراة القمة إلى كوكبة من المعلقين كما يأتي هما كالتالي. أون تايم سبورت واحد، القناة الصوتية الأولى مدحت شلبي، القناة الصوتية الثانية حاتم بطيشة، أون تايم سبورت اثنين، القناة الصوتية الأولى أيمن أكاشف، القناة الصوتية الثانية مؤمن حسن. النادي الأهلي ينتظر بقيادة السويسري مارسيل كولر خوض 7 مباريات في الدوري الممتاز وكأس مصر إلى جانب المشاركة في كأس العالم للأندية القادم. وهذه المباريات هي الأهلي والزمالك اليوم باستاد القاهرة، الأهلي والمقاولون العرب يوم 16 يوليو بالقاهرة، الأهلي وحرس الحدود يوم 19 يوليو بالقاهرة، الأهلي وبيراميدز يوم 23 يوليو بالقاهرة، والأهلي والنادي المصري يوم 26 يوليو بالإسكندرية. الأهلي والداخلية بدور 16 لكأس مصر يوم 30 يوليو بالقاهرة، كأس السوبر الإفريقية، الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري 1 سبتمبر. كأس العالم الأندية السعودية من 12 إلى 22 من ديسمبر المقبل، وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه والثالثة في آخر 4 عوام على حساب الوداد المغربي، وتأهل لكأس العالم الأندية بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فريق الوداد المغربي في مباراة الإياب التي جمعت بينهما على ملعب محمد الخامس. وكان الأهلي حقق الفوز على الوداد بنتيجة 2-3 في مجموع اللقاء، بين بعد الفوز في الذهاب بنتيجة 2-1 وتعادل في العودة بنتيجة 1-1، وسجل يحيى عطية نجم الوداد الهدف الأول في مباراة العودة، بعد ذلك أدرك هدف التعادل مدافع النادي الأهلي محمد عبد المنعم. وبعد تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، أصبح 6 الفرق التي تأهلت لكأس العالم للأندية، والتي سبقت الأهلي في البطولة فهي الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي وممثل البلد المضيف. فالنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية ستكون من 12 حتى 22 من ديسمبر القادم بمشاركة 7 فرق من 6 قارات. مشاهدينا انتهت هذه التغطية الرياضية، بشكر حضرتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.